عارفه الدور اللي انت عملتيه كان حلو قوي، وانا اصلا بحبك وبحب تمثيلك. ليه؟ لانك ميرسي جدا يا سارة. طبيعيه جدا كده وسلسه. انا مش حاسه ان انت طالعه بتمثلي، انا حاسه ان انت فرد من افراد الاسره، وانا شايفه قدامي كده ايه يعني ملحمه اجتماعيه لطيفه جدا. عايزه اعرف بقى في الاول خالص، انت ازاي تم ترشيحك للمسلسل ده؟ مسلسل وش وظهر و... اه اه انا كنت اشتغلت مع الاستاذه مريم ابو عوف ليه لا اتنين. كنت طلعت ضيفه شرف دور دكتوره نفسيه، وانا كنت يعني نفسي جدا اشتغل مع استاذه مريم يعني. فمهم بعد ما خلصنا ده بكام شهر لقيت مريم بتكلمني بتقول لي فدوى عايزاكي معايا في مسلسل، هو بطوله استاذ اياد نصار وريهام عبد الغفور، وهتطلعي مرات استاذ اياد نصار. قلت لها طبعا. واو. اوكي. طبعا ليه لا؟ قالت لي بس انت مش طايقه. قلت لها اوكي حاضر هحاول امثلك. حاضر اوكي. بس فمن هنا يعني وانا بحب جدا اشتغل مع مريم، استاذ مريم ابو عوف. شغلها هي عارفه هي بتعمل ايه، وبتعرف تعمل اللي هي عايزاه، ومختلفه جدا، والشغل معاها بجد من اجمل واريح يعني. الحاجات، ممتع جدا جدا يعني. طيب فدوى، انا عايزه اخدك بقى لحته شويه من المسلسل لحته اجتماعيه. هل فدوى هي ميسه اللي موجوده على ارض الواقع؟ يعني هل فدوى ممكن، وبامانه، هل فدوى ممكن فعلا تتقبل بني ادم اقل منها وتفضل طول الوقت تعمل زي ما ميسه بتعمل في جمال، اللي هو تحسس ان هو اقل منها وكده، ولا من الاخر اصلا مش هتاخدي حد اقل منك؟ هي فدوى هتاخد اللي بتحبه. هي مشكله ميسه ان هي اخذت جواز صالونات، يعني هي كانوا يعني الضغط المجتمعي واهلها قالوا لها اللي هو لا خلاص انت كبرتي في السن ولازم تتجوزي. ضل راجل. بالظبط، ضل راجل وضل حيطه. فهي عامله حاجه مش عايزاها، وهي اكيد زي كل بنت عندها احلام وطموحات وفتى احلام بقى بترسمه كده يعني، هو مش جمال. فللاسف العلاقه بايظه لان هي حاسه ان هي مقهوره يعني، فطلع على الراجل يا عيني، فهي طبعاً. فدمر العلاقه واذى شخص تاني. ففدوى بتنقي على مزاجها قوي يعني. فدوى هتاخد اللي بتحبه بجد، باللي بتحبه، فوق تحت يمين شمال طويل. حب. اهم حاجه الحب. لا لا مفيش حاجه تضطرنا. عايز اعرف بقى لما جالك السيناريو بعد ما تم ترشيحك للدور ده، انت قريتي السيناريو ازاي وحضرتي للشخصيه ازاي؟ هل انت اصلا من الناس اللي عندك طقوس معينه تحبي كده تتبعيها دايما في اي سيناريو بيجي لك؟ طبعا السيناريو اصلا يعني عشان هو مكتوب في ورشه سرد بتاعت استاذه مريم نعوم، فالسيناريو جميل اوريدي يعني. هو فده بيسهل كتير على الممثل لما بيبقى مكتوب الحوار بشكل سلس، بيلهمك اوتوماتيكلي، انه بيساعدك في الدخول للشخصيه، بيديكي جايد لاينز للشخصيه، بيسهلك الامر. لا مش ازاي تتحركي وكده، بس بيديكي جايد لاينز كبيره للشخصيه عامله ازاي، الحاجات المهمه يعني في الشخصيه، اللاينز الاساسيه. بالظبط، اللاينز الاساسيه في الشخصيه. طقوس بعملها، في طقوس كتير قوي. ايه بتعملي ايه بقى يعني؟ الاول بحط نفسي تماما مكان ميسه، انا مش بحكم على الشخصيه يعني، انا دلوقتي بتكلم على ميسه يعني. بتطلعي من فدوى تدخلي في الشخصيه في الحقيقيه. بالظبط، في الشخصيه اللي انا هعملها. بالزبط. مش بحكم عليها يعني، بخشها وافهم بقى هي هناك ليه. ما بتقعديش تقيمي الشخصيه نفسها قد ما انت عايزه تعرفي هي جوانبها النفسيه. طب اروح. بالظبط بالظبط زي ما بتقولي كده. وانت اسالك سؤال. طبعا. بتحسوا بقى، عشان انا السؤال ده نفسي اساله بصراحه لاي ممثله يعني. انت مثلا دلوقتي دخلتي في دور ميسه او مثلا دور الدكتوره النفسيه، طيب هل انت بتحسي انك بعد ما بتخلصي الدور، لان انا عارفه بتتقمصوا الدور بجد وبتنسوا شخصيتكم واسمكم الحقيقي، هل فعلا بتحسي ان انت داخله جوه المود قوي فبتحسي بصعوبه شويه لما بتيجي ترجعي بقى الفدوى وخلاص انا خلصت المسلسل والتصوير وانتهينا؟ لو التصوير مطول يعني في سبع جار، انا دعاء يعني بجد كنت عايزه اجري منها، اللي هو امشي انت هنا ليه؟ انا مش انت، اطلعي مني يعني. فيعني عشان قعدنا 9 شهور بنصور، فكان متعب، كانت متعبه يعني بجد، كنت تعبانه، لو امشي يا دعاء شويه لو سمحتي انا عايزه نفسي. ميسه يعني، بس تعالي نقول انه هخلص المشهد هي كام ساعه وهنام، هصحى هبقى فدوى فهرجع تاني نصور، هخش في الشخصيه يعني. لان اللي كان خفيف برضو، انا كان دوري صغير، ف بس اثر صغير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يعني، والله ده يعني من شطارة الأستاذة مريم والناس العظيمة. الأستاذة مريم بقى المخرجة مريم أبو عوف، كان إيه دورها معاكي، أو مثلا التوجيهات اللي كانت بتقولها لك في المسلسل أنت صورتيه؟ مع أنت صورتي مسلسلين، ليه لأ ووش وظهر، فحسيتي إيه؟ أكيد بيبقى في مثلا شوية كده حاجات كومنتس أو حاجة بتتقال، بس أنت بتحسي إن أنت اتعلمتي منها كتير قوي. بالتأكيد أو. هي إن هي واضحة في هي عايزة إيه، فهي بتقول كلمات بسيطة سهلة، سهلة جدا، فهتوصلها لك. وهي بتدي مساحة للممثل انه يلعب بالشخصية يعني. انا بحب اقول على التمثيل لعب، لانه بالنسبة لي لعب وحاجات مسلية بسيطة في كل حاجة. فهي بتدي مساحات وهي بتقول اللي هي عايزاه، وده اهم حاجة، انه الانسان يكون عارف هو عايز ايه وبيعرف يقوله،
ده بيريح كل الناس، كل اللوكيشن يعني. دي حقيقه طيب. فعلا يعني احنا معانا دلوقتي تليفون جميل قوي، انا عايزاك انت اللي تاخدي التليفون ده، ايه رايك؟ انا ما بعرفش اخد تليفونات. قولي الو بس. قولي الو. طيب الو معاكي التليفون. الو. ايوه استاذه فدوى. ايوه انا من اشد المعجبين بحضرتك ونفسي قوي اني اشتغل معاكي. يا شكرا جدا. ميرسي قوي. لسه كل ده مش عارفه. لا. مش عارفه الصوت ده بتاع مين. مش عارفه صوتي يا استاذه فدوى، عيب كده. لا انا مش عارفه الصوت. انا مريم. انت مريم شخصيا. نفسك تشتغلي معايا؟ طبعا يعني طبعا يا جماعه، احنا معانا على التليفون المخرجه الجميله مريم ابو عوف. استاذه مريم طبعا نورتينا النهارده بالتليفون في برنامج انتي. مساء الخير وعليكم كل النور. مساء الخير بحضرتك استاذه مريم، وانا طبعا ببارك لك على مسلسل وش وظهر، وحضرتك يمكن تناولتي الاخراج بتاع المسلسل ده بشكل متميز ومختلف شويه. عايزاكي بس تديني بريف سريع جدا كده للمسلسل وتقولي لي بقى رايك ايه في فدوى. لا رايي فدوى رايي يعني انا من اول لما شفتها في مسلسل سبع جار وانا اتبهرت بتمثيلها، يعني ما كنتش مصدقه. انا كنت فاكراها ان هي لما هقابلها هتبقى شبه دعاء، مش أيوة. الشخصيه اللي قاعده قدامك خالص يعني. واحنا كمان انا حاسه ان هي كانت جايه لي استوديو النهارده وهي دعاء. بالظبط بالظبط. فلما قابلتها واتكلمت معاها، اولا هي شخصيه جميله اكيد انتوا شايفين يعني، وذكيه وشاطره ومشهوره وتستاهل تبقى في مكانه كبيره جدا جدا، وان شاء الله هتوصل لها قريب ان شاء الله باذن الله. والشغل معاها متعه يعني، احنا كنا بنقعد في شخصيه ميسا بنتسلى انه ازاي نعذب جمال اكثر واكثر. عذبتوا جمال قوي لحد ما الجمهور كله بقى متعاطف مع جمال جدا. يعني انا فاكره المشهد اللي هم بيتفرجوا على فيلم حبيبي دائما، وكنا قاعدين ففي وسط شوطين او تيكين، فهي قامت قايله جتنيرة في حزنا الهباب. هي بتقولها بتهزر يعني، علشان على اساس ان الاستاذ اياد نصار طبعا يعني مش كاتنينه بحزن الهلال ولا حاجه. ايوه طبعا الاستاذ اياد نصار يعني حلم حلم البنات كلها. اول لما قالتها قلت لها فدوى قوليها قوليها في المشهد يعني، واحنا بنعيد قولي. كانت رهيبه يعني، ظبطت بقى يعني، غيرت حركه الكاميرا وغيرت الميزانسان بتاع شوت علشان ابروز الجمله دي يعني. انت يا استاذه مريم بتحب من الناس اللي بتحبي كمان انه ممكن نخرج بره سياق السيناريو في حاجات ممكن تكاد تبان انها تبان طبيعيه. الارتجال. انا بعمل كده كتير قوي جدا، في حاجات بتعجبها تبتدي تغير حاجات تقول لك حلوه قوي. عشان كده الموضوع بيبان طبيعي اكتر وبيوصل للناس بصوره اسرع كمان. وكنت عايزه برضه اسالك سؤال يعني، ليه انتوا شايفين دايما فدوى في الشخصيات الجد قوي؟ هي انا شايفاها كوميديه جدا. لا هو انا فعلا يعني عايزه اشتغل مع فدوى واشتغل معاها ان شاء الله كتير يعني، ودايما يعني في ميسه دي انا ما كنتش شايفه غيرها، ما اعرفش ليه حقيقي مع ان هي مش شبه الشخصيه. بس انا اي دور احس ان فدوى ممكن تيجي فيه ان شاء الله هيبقى فيه حاجات تانية متنوعة أكتر يعني، بس أنا بحب أشتغل معاها. وأنا حبيبتي قوي قوي بجد، قوي قوي يا مريم يعني. لازم نستغل الجانب الكوميدي اللي موجود عند فدوى. وطبعا يعني أستاذة مريم إحنا هنستناكي في استوديو أنتي، لأنه عندنا كلام كتير قوي لازم نقعد نتكلم فيه مع بعض. ميرسي جدا. ميرسي جدا. شكرا لحضرتك. كان معانا المخرجة الأستاذة مريم أبو عوف.